صباح ورحب بك بداية محمود. أهلا بك أحمد وبكافة مشاهدينا قناة ليبيا الحدث. نعم محمود، بداية نتمنى لك السلامة ولطاقم قناة ليبيا الحدث كافة بعد انتشار الوباء في مناطق الجنوب. ضعنا في الوضع الوبائي تحديدا في مناطق الجنوب وتحديدا مدينة سبها والإجراءات المتخذة حيال انتشار الوباء، وأيضا تكاثف جهود المواطنين بالاجتماعات المستمرة التي تابعناها سويا. نعم أحمد، طبعا لأول مرة أحمد أنا أحدثكم من داخل منزلي، من داخل منزلي لأني حجرت نفسي بسبب الوضع الصحي الغير واضح حاليا في المدينة سبها وفي الجنوب الليبي، والذي يوميا يزداد سوءا. الوضع هنا غير واضح أحمد، فقط نرى اجتماعات، مؤتمرات صحفية، يعني معلومات غير مفهومة، فقط نرى كل يوم تزايد في أعداد الإصابات دون أن يوضح لنا أحد يعني من أين أتت هذه الإصابات، كيف انتشرت، يعني ما هو. نعم محمود، كنا أن توضع للحد من هذه الكارثة التي حالت في الجنوب الليبي. طبعا يوم أمس تم تسجيل حوالي 16 حالة، 13 من الجنوب وثلاث حالات داخل مدينة بنغازي أيضا قادمة من الجنوب، يعني الجنوب أصبح فزاعة، الوضع سيء للغاية، لا وجود لتطبيق للحظر داخل مدينة سبها. طبعا منذ أسبوعين تقريبا قمنا بث مباشر من داخل مدينة سبها، رأينا فيه وضع المأساوي للمدينة، وحذر المراقبون من أن الوضع سيزداد سوءا في الفترة القادمة، وهو الآن فعلا يزداد سوءا. الآن مدينة سبها والجنوب الليبي. محمود، فقط لو تحدثني عن تجاوب المواطنين داخل مدينة سبها ومدن الجنوب بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار هذا الفيروس هناك، هل المواطنون متجاوبون مع الدوريات الأمنية المكثفة وبالتزام بيوتهم بحظر التجوال من داخل مدن الجنوب؟ نعم محمود، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود بن مصباح مراسلنا في مدينة سبها. على كل حال أشكرك على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة من سبها.